السلام عليكم ورحمة الله. طلاب محاضرتنا لهذا اليوم راح نتكلم فيه عن الفلوتينج فانكشن، رسم الدوائر. طبعا برنامج الماتلاب يوفر لنا تسهيلات كثيرة لعرض الفكتورز والماتريسز از جرافس كرسوم بيان، بالإضافة إلى توضيح هذه الرسوم وطباعتها. طبعا الداتا الأساسية اللي تستخدم بالبلوتينج هي البلوت فانكشن. طبعا البلوت فانكشن has different forms، طبعا تعتمد على ال input increments. إذا كان على سبيل المثال y هو vector، فإن بلوت y راح ينتج لنا a piecewise linear graph of the element y versus the index of the element y. راح أشوفكم شلون يتم إنتاج a piecewise linear graph of the element y بعد قليل. أما إذا كان عندي two vectors على سبيل المثال x و y، فراح ينتج لي a graph of the y versus x، يعني حددت هنا ال x وحددت ال y. ناخذ مثال طلاب حتى نشوف شلون طريقة عمل ال plot function. مثل ما تشوفون طلاب بهذا المثال، قمت بإنشاء فيكتور سميته x يحتوي على مجموعة من القيم من الصفر إلى الاثنين في باي. طبعا مقدار الزيادة مثل ما تشوفون هو باي على 100. بعدها قمت بإيجاد الساين لهذه القيم باستخدام الفاكشن ساين of x، وخزنت الناتج في المتغير y. راح أشوفكم طلاب طريقة كتابة البرنامج أو هذا المثال. مثل ما تشوفون طبعا نتج لي x vector مكون من 201 قيمة، وبالتالي بعد إيجاد الساين لكل قيمة أصبح عندي vector آخر طبعا مكون أيضا من 201 قيمة. حتى أستخدم الفانكشن plot of y لإنتاج طبعا رسم بياني خطي متدرج، قمت برسم الفكتر y. مثل ما تشوفون هذا هو شكل الفكتر y بعد قيام برسمه. طبعا بما انه احنا ما حددنا ال x axis او قيم ال x axis، فهو اوتوماتيكيا بما انه عندي 201 فراح يقوم بتسمية من صفر طبعا الى 200، يكون عندي 201 عنصر. بمعنى اخر انه هنا عندي قيمة ال y 1، هنا ال y 2، هنا ال y 3، قام بترقيمهم من واحد العفو من صفر الى 200. أما إذا ردنا إنه يكون الرسم هو y versus x، فراح نستخدم أيضا البلوت فاكشن، ولكن راح نحدد الانبوت agreement x بارز y. مثل ما تشوفون أصبح الرسم بهذا الشكل. طبعا الفرق بين هذا الرسم والرسم السابق، بالرسم السابق ما حددنا، رسمنا فقط الواي، ما حددنا انه versus x. فراح تشوفون بما انه عندي 201 قيمة فهو قام بترقيمهن اوتوماتيكيا طبعا. اما بالرسم الاخر من حددنا plot x for the y، وهو رسم x versus، عفوا رسم y versus x، راح تشوفون انه حدد القيم. بما انه عندي ال x هو من الصفر الى 2 باي، مقدار الزيادة باي على 100، هذا مثل ما تشوفون اصبح من الصفر الى 2 باي 2، طبعا في باي يطلع اكثر من 6، اكثر من 6 مثل ما تشوفون تم تحديد ال x axis. Specifying line styles and colors. طبعا ممكن انه نحصل على انواع مختلفة
من الخطوط، من أشكال الخطوط والرموز والألوان باستخدام plot of x فارز y فارز s، حيث أن s هو character string يحتوي على مجموعة من طبعا الأحرف اللي راح أو الرموز اللي راح تغير لنا بشكل طبعا الجراف مثل ما تشوفون بهذا الجدول الطلاب. طبعا باي ديفولت إذا ما احنا نقوم بالتغيير راح يكون هو لون الجراف بلو، أو الماركر راح هو يكون بوينت، طريقة الرسم لللاين راح تكون سولت. خل أشوفكم طلاب، مثل ما تشوفون إنه اللون ما حددنا إحنا حاليا، فاللون هو أزرق. طبعا التحديد النقاط Y1 Y2 هو بوينت، فلذلك كمان بين. ونوع الاتصال هو سوليد، فنقطة متصلة بنقطة. أما إذا أردت إنه أرسم أكثر من جراف في نفس الوقت، فلابد إنه أغير بألوان هذه الجرافات، أو أغير بالماركر أو باللاين ستايل حتى أقدر أميز بين الجراف الأول والجراف الثاني. طبعا ممكن أستخدم الحرف G for green، R for أحمر، النسيل للسماوي، الأم للأرجواني، الواي للأصفر، والكي للبلاك. أما الماركر تحديد النقطة، على سبيل المثال ممكن نحدد الواي 1 بدائرة والواي 2 بدائرة إلى آخرها، وممكن أحددهن بإكس مارك أو بلاس أو ستار أو سكوير أو دايموند أو مثلث للأسفل مثل ما تشوفون بهذا الشكل، أو مثلث إلى اليسار، أو باستخدام نجمة خماسية أو سداسية. طبعا اللاين ممكن اللاين ستايل ممكن يكون سوليد مثل ما شوفتكم قبل شوي، ممكن يكون دوتد، ممكن يكون داش دوت، ممكن يكون داشد، وممكن ان يكون بدون لاين. راح ناخذ مثال طلاب حتى تشوفون الفرق باستخدام هذه طبعا الادوات. مثل ما تشوفون طلاب بهذا المثال قمت بانشاء 2 فيكتورز، طبعا الفكتور الاول سميته x1 قيمه تتراوح من 0 إلى 2 في باي مقدار الزياده باي على 100. الفكتور الثاني سميته x2 طبعا من 0 إلى 2 في باي مقدار الزياده باي على 10. بعدها استخدمت بلوت فانكشن لرسم الساين اوف x1 versus x1، وطبعا حددت اللاين ستايل بدوتد، وحددت اللون الخاط بالاحمر طبعا. وبعدها خليت فارزة رسمت كوساين اوف x2 versus x2، حددت لون الخاط بأحمر، وطبعا حددت الماركر بplus. راح نشوف طلاب استخدام الماتلاب شلون راح يكون الشكل. راح يكون الشكل طبعا مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا باستخدام الماتلاب راح اوضح لكم الالوان مثل ما تشوفون. عندنا الدالة الاولى اللي هي الـ sin of x1 versus x1، هذه هنا قيم x1 وهذه قيم sin of x1. طبعا اللون هو احمر واللاين ستايل هو دوتد. طبعا بالنسبة للفكشن الثانية اللي هي cosine of x2 versus x2، مثل ما تشوفون ايضا اللون احمر، واستخدمنا الماركر بلس لتحديد مكان كل قيمة. طبعا مجرد توضيح بسيط مثل ما شفتوا طبعا برسم الفاكشن ساين اوف x1، حددت اللون هو احمر، وحددت ما حددت طبعا الماركر، فقط حددت اللاين ستايل. اما برسم الدالة الاخرى حددت اللون وحددت الماركر، فطبعا ما حددت
اللاين ستايل، فما قام برسم لاين بين هذه القيم مثل ما شفتوا قبل قليل بهذا الجدول، ما حددت اللاين ستايل، فما قام برسم لاين بين هذه القيم، فقط حددت اللون اللي هو الريد وحددت الماركر اللي هو بلس، بينما برسم الفاكشن اللي هي ساين اوف اكس 1 حددت اللون وحددت اللي هو الار وحددت اللاين ستايل اللي هو الدوتد. مثل ما تشوفون اصبح الرسم بهذا الشكل، طبعا ما حددت الماركر في رسم الساين اوف اكس 1. ممكن نعيد السؤال او اعيد رسم السؤال باستخدام هذه الصيغ، طبعا حددت اللون اللي هو يلو لرسم الساين اوف اكس 1، وحددت الماركر اللي هو دائرة، وحددت اللاين ستايل. بالنسبة لرسم الكوساين اوف اكس حددت اللون اللي هو اسود، حددت الماركر اللي هو ستار، وكذلك حددت اللاين ستايل اللي هو سول. طبعا بضغط انتر راح نشوف انه الرسم اختلف، هذا هو رسم الساين اوف اكس 1 الاصفر، طبعا حددت الماركر بدوائر مثل ما تشوفون، واللاين ستايل ايضا حدد. طبعا الرسم الكوساين اوف اكس 2 طبعا حددت اللون هو اسود، القيم بستارت نجمة مثل ما تشوفون، وحددت اللاين ستايل فنتج لي لاين طبعا يربط بين هذه القيم. طلاب اذا اردت اقوم باضافة رسم بياني جديد الى رسم بياني منفذ او مرسوم مسبقا، ممكن انه استخدم الكوماند هولد اون في الماتلاب، حيث انه هذا الكوماند راح يقوم بمسك الرسم البياني السابق وبعدها راح يقوم بإضافة الرسم البياني الجديد إلى هذا الرسم البياني الموجود. ممكن أنه الماتلاب راح يقوم كذلك بإعادة تحديد المحاور إذا تطلب الأمر ذلك. ناخذ مثال طلاب، مثل ما تشوفون قمت بإنشاء 2 vectors، بعدها قمت باستخدام الفاكشن بلوت 2 تايمز، طبعا بهذا اللاين راح اقوم برسم الفاكشن ساين اوف اكس 1 فيرسس اكس 1، وبهذا اللاين راح اقوم برسم الفاكشن كوساين اوف اكس 2 فيرسس اكس 2. طبعا ما راح استخدم الهولد اون حتى راح اشوفكم الفرق باستخدام الهولد اون. راح اضغط انتر، طبعا الرسم راح يكون مثل ما تشوفون، حيث انه برنامج الماتلاب قام برسم الفاكشن ساين اوف اكس 1 وبعدها مباشرة رسم الفاكشن الثانية اللي هي كوساين اوف اكس 2 فيرسس اكس 2 باللون الازرق لاين ستايل سوليد، وبذلك فإن النتيجة هي فقط رسم طبعا اللاين الفاكشن الأخرى. راح استخدم الهولد اون حتى أشوفكم شلون إنه الماتلاب راح يقوم بمسك الفاكشن الأولى وبعدها راح يقوم بإضافة الفاكشن الثانية إلى الفاكشن الأولى. مثل ما تشوفون طلاب قمت بإضافة الكوماند هولد اون بين البلوت فاكشن الاولى والبلوت فاكشن الثانية. راح انفذ البرنامج واشوفكم الفرق. مثل ما تشوفون طلاب بهذا الفيجر، حيث انه برنامج الماتلاب قام برسم الساين اوف اكس 1 فيرسس اكس 1، و باستخدام الكوماند هولد اون قام بمسك هذا الرسم وبعدها قام بإضافة رسم الكوساين اوف اكس 2 فيرسس اكس 2، اصبح لدينا 2 جرافز في فيجر واحد. طلاب معلومة اضافية، ممكن انه استخدم البوز كوماند
بين البلوت فاكشن الأولى والبلوت فاكشن الثانية. طبعا طريقة عمل البوز كوماند راح يسمح لي انه اشوف رسم هذه الفاكشن، وبمجرد ضغط اي زر على الكيبورد راح يقوم باظهار الفاكشن الثانية بدل الفاكشن الاولى. راح انفذ البرنامج واشوفكم. مثل ما تشوفون رسم لي الفاكشن الاولى، مجرد ضغط اي زر على الكيبورد راح يقوم برسم وإظهار رسم الفاكشن الثاني. طلاب إذا أردت إنه أرسم multiple plots in one figure راح أستخدم الكوماند subplot، حيث إنه هذا الكوماند راح يسمح لي إنه يكون كل رسم معزول عن الرسم الآخر، ولكن كل هذه الرسوم في فيجر واحد. ناخذ مثال واشوفكم طريقة عمل السب بلوت، حيث ان السب بلوت راح ينشئ لي مصفوفة هي m by n من البلوت. طبعا هنا عندنا بالمثال قمنا بانشاء فيكتور قيمه من الصفر الى 2 باي، مقدار زيادة باي على 10. بعدها قمت بإيجاد ساين لهذه القيم وخزنها في المتغير x، وإيجاد الكوساين لهذه القيم وخزنها في المتغير y، حيث إنه ال x وال y أصبحت عندي new vectors. وبعدها قمت بإيجاد ال z عن طريق هذه المعادلة، أصبح عندي new vector اللي هو z. وبعدها قمت بإيجاد ال v عن طريق هذه المعادلة، وبذلك أصبح لدي 4 vectors اللي هي x و y و z و v. حتى أقوم برسم هذه ال vectors في one figure راح أستخدم ال command subplot. مثل ما تشوفون بما أنه عندي 4 vectors راح أستخدم 4 رسومات، وبالتالي راح يكون عندي مصفوفة مكونة من 2 في 2. راح أعين البلوت الأول لرسم الفكتر X، والبلوت الثاني لرسم الفكتر Y، والبلوت الثالث لرسم الفكتر Z، والبلوت الرابع لرسم الفكتر V. أجي أنفذ هذا المثال طلاب ونشوف النتيجة شلون راح تكون. مثل ما تشوفون طلاب بتنفيذ هذا البرنامج أصبح لدي 5 vectors، طبعا كل vector مكون من 21 قيمة. المطلوب كان هو رسم الفكتر x والy والz والv، فراح استخدم السب بلوت حتى يكون كل رسم منفرد عن الرسم الآخر، ولكن كلهن ينجمعن في فيجر واحد. طبعا بما انه عندي راح يكون 4 بلوس، راح ممكن انه اقسم الفيجر الى صفين وعمودين، وراح يكون البلوت الاول لرسم x والثاني للواي والثالث للزي والرابع لرسم v. بتنفيذ هذا البرنامج الفيجر راح يكون بهذا الشكل مثل ما تشوفون، مكون من صفين وعمودين، وهذا هو رسم x وهذا الواي وهذا هو رسم الزي وهذا هو رسم الفي. طلاب ممكن نعيد تنفيذ هذا البرنامج، ولكن اعيد ترتيب البلوتس في هذا الفيجر. ممكن انه اخلي البلوتس عبارة عن 4 صفوف وعمود واحد، واقوم بنفس الطريقة جعل البلوت الاول هو لرسم x لإظهار plot of x، والثاني لإظهار plot of y، وهكذا. أنفذ هذا البرنامج. مثل ما تشوفون الرسم طلع لي بهذا الشكل، حيث أنه أصبح عندي مكون الفيجر مكون من طبعا 4 plots كصفوف وعمود واحد. طلاب طبعا باي ديفولت الماتلاب راح يقوم بإيجاد الماكسيمم والمينيمم للداتا المرسومة حتى يحدد حدود المحاور،
ولكن في بعض الأحيان راح نحتاج إلى أنه نظهر فد سكشن معين من هذا البلوت بمحاور معينة، فراح نستخدم هذا الكوماند أو اللاين لتحديد المحاور لهذا البلوت. مثل ما تشوفون راح نحدد هنا X minimum ونحدد X max والY minimum والY max. كذلك ممكن انه نستخدم الكوماندز اللي هي X label والY label والZ label لتحديد عناوين الى الاكسس اللي عندنا اللي راح تظهر في البلوت. كذلك من الممكن استخدام التايتل كوماند لإضافة عنوان أعلى الفيجر، ومن الممكن كذلك إضافة نص إلى هذا الفيجر باستخدام التكست كوماند أو التكست فونكشن. راح ناخذ مثال طلابي يوضح لنا هذه الأمور. مثل ما تشوفون طلاب بهذا المثال قمت بإنشاء فيكتور سميته تي يحتوي على مجموعة من العناصر قيمها من ناقص باي إلى باي مقدار زيادة باي على 100. بعدها قمت بإيجاد الساين لكل عنصر من الفكتر تي، وبذلك أصبح لدي فكتر اللي هو واي. قمت برسم هذا الفكتر اللي هو بلوت أوف واي فيرسس تي. بعدها راح أقوم بتحديد الـ X axis والـ Y axis. مثل ما تشوفون هنا عندي الـ X minimum راح يكون من ناقص باي إلى باي، هذه هي الـ X maximum، والـ Y minimum راح تكون من ناقص واحد، الـ Y maximum راح تكون واحد. بعدها قمت بتسمية الـ X axis والـ Y axis مثل ما تشوفون باستخدام الـ X label والـ Y label commands. سميت الـ X axis من ناقص باي إلى باي، وسميت الـ Y label اللي هو sin of t. بعدها قمت بتسمية الفيجر بـ graph of the sine function. بعدها قمت بإضافة نص إلى هذا الفيجر. طبعا النص راح يكون بداية النص أو بداية كتابة النص راح تكون من أبعاد x يساوي 1 y يساوي ناقص 1 over 3. طبعا النص راح يكون يظهر لي على الفيجر اللي هو not the odd symmetry. طبعا بعد تنفيذ هذا البرنامج راح اشوفكم الفيجر راح يكون بهذا الشكل. مثل ما تشوفون هنا عندي الاكس اصبحت من ناقص 3.14 اللي هي ناقص باي الى 3.14 اللي هي باي. اما الواي فهو من ناقص 1 الى 1 مثل ما حددنا بالبرنامج. طبعا قمت بإضافة label إلى الـ x axis والـ y axis مثل ما تشوفون ناقص باي 2 باي وساين اوف دي. بعدها باستخدام التايتل قمت بإضافة عنوان إلى هذا الفيجر اللي هو graph of the sine function. طبعا بعدها قمت بإضافة نص مثل ما شفتوا بالبرنامج، حيث أن النص راح يبدي من واحد بالأبعاد من واحد وناقص واحد على ثلاثة، هذا هو الواحد، ناقص واحد على ثلاثة راح يكون هنا تقريبا. فالنص راح يبدي من هذه النقطة اللي هو not the odd symmetry. طلاب مطلوب منكم هذا الهومور. طبعا الهومور كانت جدا مهمة، حلها وتقديمها قبل المحاضرة القادمة.